أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوي قلوبنا على الإيمان بولي أمرك حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الشاهد القرآني 25: جاعل في الأرض خليفة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. دخلنا في هذا الشاهد القرآني، كان الكلام في هذا الشاهد مع تفسير ابن كثير، وبعد هذا تفسير القرطبي. وفي تفسير القرطبي قلنا عندنا موارد، والكلام في موارد. انتهينا من المورد الأول ودخلنا في المورد الثاني. قال القرطبي في المورد الثاني: الرابعة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. قال أي الأصم أنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك، ولا أجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. بعدها قال: ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآية. وقلنا في الدرس الماضي، قلت أقول الأصم من متكلمين معتزلة، كان ناصبيا معروفا في بغضه للإمام علي عليه السلام، بل تفضيله معاوية على علي عليه السلام، إضافة إلى موافقته وتأييده للخوارج، كما يظهر في العديد من الموارد التي صدرت منه ونسبت إليه. ولكن مع هذا فإن ما طرحه القرطبي هنا غير تام، كما أن جل ما سجل على المعتزلة غير تام، بل يرجع إلى قصور في الفهم أو الغفلة أو المغالطة والتدليس والافتراء. ونحن لا نحتاج الرجوع إلى المصادر لمعرفة قول الأصم ومراده، بل نكتفي بما قاله القرطبي، والكلام في خطوات. أليف، أقول الكلام المنسوب إلى الأصم ليس فيه ما يشير إلى أنه ينفي وجوب الإمامة مطلقا، فلا يشير كلامه إلى أن الإمامة غير واجبة في الدين، بل أن المعنى راجع إلى منهج المعتزلة المتكلمين في التفكير العقلي واستنطاق العقل في فهم المعاني. وقلنا في مقامنا فإن الأصم يدرك كما غيره يدرك أن العلة من وجود الخليفة الإمام هي ما هي العلة؟ العلة للحكم بين الناس، لكي يحكم بين الناس، للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله سبحانه وتعالى أوجد الخليفة، أوجب الخليفة، جعل الخليفة، أوجب على الناس تنصيب الخليفة لدفع الضرر، للحكم بين الناس، لدفع المفاسد. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. إذن جعله خليفة للحكم بين الناس بالحق. باء، الخطوة باء، أقول الواضح والثابت عند كل إنسان عاقل وإن كان جاهلا
أنه لا يوجد أثر إذا لم يوجد المؤثر، ولا يوجد مسبب إذا لم يوجد السبب والمسبب، ولا يوجد معلول إذا لم توجد العلة، بمعنى أنه إذا انتفى المؤثر والسبب والعلة فإنه ينتفي الأثر والمسبب والمعلول. والأصم المعتزلي يطبق هذه المقدمة في المقام، فيقول مثلا، فيقول في المقام أن المؤثر والسبب والعلة هي الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس، ووجوب علاجها، هذا أيضا ضمن السبب والعلة والمؤثر، ووجوب علاجها وإنهائها والحكم بين الناس بالعدل حتى يسود العدل والإنصاف، أو بمعنى آخر للمؤثر والسبب والعلة، أو نقول إن المؤثر والسبب والعلة هي وجوب الحكم بين الناس بالعدل وعلاج وإنهاء الخلافات والتناقضات والنزاعات والصراعات والظلم والجور بين الناس. هذه مقدمة في الخطوة باء. مقدمة. المقدمة الأخرى أقول وإن الأثر والمسبب والمعلول هو الإمام الخليفة وجعل الله له، عبارات مختلفة. وأن الأثر المسبب والمعلول، والأثر المسبب والمعلول هو الإمام الخليفة وجعل الله له، ووجوب جعل الله له، وخلق الله له، ووجوب خلق الله له، ووجوده وجود الإمام ووجوب وجوده. مقدمة أخرى، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا انتفت الخلافات والصراعات والمظلوميات بين الناس وساد العدل والإنصاف وقاموا بكل الأحكام التي من أجلها جعل الله الإمام، فإنه ينتفي وجوب خلق وجعل الإمام. انتهت الخطوة باء. جيم. الخطوة جيم، سبق أن ذكرنا لكم رأي وحكم القرطبي العقلي الذي نقله عنه ابن كثير، فقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي أن مقدمة الواجب واجبة، فإذا كان الواجب منتفيان ومعدومان وغير موجود أصلا، فهل يبقى كلام عن المقدمة وعن وجوب المقدمة؟ صارت سالبة بانتفاء موضعها. إذا الواجب هو غير موجود، الواجب منتفي، الواجب معدوم، فهل نتحدث عن مقدمة الواجب ووجوب مقدمة الواجب؟ أقول لا يبقى أي كلام عن ذلك، فإنها من السالبة بانتفاء موضوعها. فإذا تحقق الحكم بين الناس وحلت النزاعات والخلافات والصراعات وساد العدل والإنصاف بدون وجود الإمام أصلا، فهل نحتاج بعد ذلك إلى الإمام؟ فإن الغرض من وجود الإمام قد تحقق قبل وجود الإمام، فلماذا يخلق ويجعل الله الإمام لتحقيق ما هو متحقق أو ما هو متحقق؟ فلماذا يخلق ويجعل ويرسل الله الإمام لتحقيق ما هو متحقق ومتحقق؟ فليس هذا من تحصيل حاصل وهو له ويقبح صدوره من الله العالم الحكيم؟ الخطوة دال، بمعنى أنه لماذا جعل الله الإمام؟ فالجواب للحكم بين الناس وحل الخلافات والنزاعات والصراعات بين الناس. ها، على فرض المحال، وفرض المحال ليس بمحال، يسأل السائل أنه إذا انتفت كل الخلافات والصراعات والنزاعات وساد العدل والإنصاف، فهل نحتاج الإمام؟ وهل يجب جعل الإمام؟ ولأي غرض سيجعل الإمام بعد فرض انتفاء العلة وانتفاء كل خلاف ونزاع وصراع وصار عدل والإنصاف والإحسان؟ لا جواب. واو. والمتوقع أو المتوقع من المغالطين وأصحاب الفكر المارق والتكفير أنهم سيأتون بجواب من القرآن، ولو تنزلنا وسلمنا بصحة وتمامية الجواب، فكيف سيكون البيان والحجة على من لا يعتقد بحجية القرآن، ومن لا يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بغيرها من كتب السماء؟ لا جواب. زاي. الخطوة زاي، مرة أخرى نغير صيغة الكلام فنأتي بالسؤال المهم الأصيل، وهو لماذا جعل الله الخليفة الإمام؟ هل من جواب؟ إن كان الجواب أنه سبحانه وتعالى قد جعل الإمام للحكم بين الناس وإقامة الحدود وإقامة العدل والإنصاف، فهنا سؤال وسؤال. سؤال أول، هل تحقق الغرض من وجود الإمام؟
فهل تحقق وانتشر العدل والإنصاف في الأرض في البلدان وبين العباد في زمن من الأزمان منذ الخليفة الأول إلى الثاني والثالث رضي الله عنهم مرورا بعلي عليه السلام فضلا عن غيرهم من حكام؟ فمتى سيتحقق الغرض الإلهي الحقيقي الواقعي التام الذي من أجله جعل الله الخليفة والإمام في الأرض ولجميع الناس؟ متى يتحقق؟ إذا يوجد وقت سيتحقق فيه الغرض. متى هذا الوقت؟ لا يوجد أطروحة في الساحة إلا أطروحة اليوم الموعود، إلا أطروحة ظهور الإمام سلام الله عليه، إلا ما ورد يقينا في الشرع بأنها ستتحقق وبأن الغرض سيتحقق على يد المهدي عليه السلام. السؤال الثاني: لماذا لا يترك الله تعالى العبادة في خلاف وصراع ونزاع وحروب وقتل وقتال وظلم وقبح وفساد، فلا يجعل لهم إماما؟ فلا يخلق الله إماما ولا يجعل إماما ولا يوجب تنصيب إمام، لماذا لا يترك الأمور على ما هي عليه؟ حاء الخطوة حاء. أقول كيف ما كان الجواب أو كيف ما كان جواب السؤال السابق، وليصدر مجلدات كبيرة كثيرة تتضمن الجواب بل الأجوبة الممكنة، لكن سيبقى سؤال أصيل: هل يجب على الله أن يفعل ذلك فيخلق ويجعل الإمام لدفع الضرر والقبح والفساد؟ التفت إلى هذا السؤال: هل يجب على الله أن يفعل ذلك فيخلق ويجعل الإمام لدفع الضرر والقبح والفساد؟ لماذا لا يترك الضرر ويترك الفساد ويترك القبح ولا يجعل الإمام؟ هل يجب عليه أن يجعل الإمام؟ خطوة طاء. والجواب واضح بالإيجاب: نعم يجب على الله أن يجعل الإمام، يجب على الله أن يدفع الضرر، يجب على الله أن يدفع القبح والفساد. أقول والجواب واضح بالإيجاب ولا يوجد أي خلاف، نعم يجب على الله تعالى أن لا يترك الظلم والقبح والفساد بين العباد وفي البلاد، بل عليه أن يجعل الخليفة الإمام. هذا جواب بديهي لا يختلف عليه اثنان، جواب بديهي لا يختلف عليه اثنان. خطوة ياء: يا أقول لكن من قال أنه يجب على الله يفعل ذلك؟ ومن يحكم بأنه يجب على الله يفعل ذلك؟ الآن قلنا جواب بديهي لا يختلف عليه اثنان، هذه في الخطوة السابقة. هذه الخطوة الآن نسأل، نقول أنت وأنا وكل إنسان عاقل، كل إنسان عاقل، كل إنسان يقول أنه يجب على الله أي يجعل الإمام لدفع الضرر، لدفع الفساد، لدفع القبح. الآن هذا الحكم بأنه يجب على الله، يلزم على الله، أو كما نقول لازم على الله والمفروض على الله ولابد على الله أن يفعل كذا، يجعل الإمام يدفع الظلم يدفع الفساد، بعبارات مختلفة بالصيغ التي ذكرناها وبصيغ أخرى، بصيغ عامية أو بصيغ فصحى أو بلغات أخرى. إذن الجواب بديهي وواضح. أقول في الخطوة يا لكن من قال أنه يجب على الله يفعل ذلك؟ ومن يحكم بأنه يجب على الله يفعل ذلك؟ خطوة كاف: أقول لا جواب إلا بالقول، لأن الله خالق وأنه عالم خبير حكيم عادل رحمن رحيم رؤوف كريم معطي منعم مفضل نافع خير بر حق نور سلام إلى آخره، فلا يصدر منه الشر والقبح والفساد، ولا يسكت على ذلك، ولا يترك الناس والأشرار بدون تنبيه وتحذير وثم عقاب. ولكن من أين عرفت هذا الجواب؟ ومن أين عرفت صحة وتمامية هذا الجواب؟ التفت جيدا. إذن قلنا الخطوة السابقة، قلنا من قال أنه يجب على الله يفعل ذلك؟ ومن يحكم بأنه يجب على الله يفعل ذلك؟ أتى الجواب، قلنا لا جواب لكن إلا بهذا القول، نقول لأن الله خالق عالم خبير حكيم عادل رحمن رحيم رؤوف كريم، أقول فلا يصدر منه الشر والقبح والفساد، ولا يسكت على ذلك، ولا يترك الناس والأشياء بدون تنبيه وتحذير وعقاب. الآن هذا الجواب الجديد، من أين عرفت هذا الجواب؟ ومن أين عرفت صحة وتمامية هذا الجواب؟ لام الخطوة لام: إن قلت عرفت الجواب من القرآن فيقال لك وما قبل القرآن، من أين عرف الناس الجواب؟ فتقول من الإنجيل فيقال لك ومن قبلهم، الناس قبل الإنجيل،
فتقول من التوراة وهكذا إلا أول كتاب نزل، خطوة ميم. لكن يأتي هنا استفهامات، ماذا عن الناس؟ هذا الاستفهام الأول، ماذا عن الناس قبل نزول أي كتاب سماوي؟ استفهام ثاني، على فرض أن ذلك جواب في القرآن وفي باقي الكتب السماوية، الآن على فرض يوجد الجواب في القرآن، في التوراة، في الإنجيل، في باقي الكتب السماوية، الآن ما الذي يلزمنا ويجبرنا على أن نصدق هذه الكتب السماوية؟ بل من الذي يلزمنا أن نصدق بمن جاء بالكتب السماوية؟ يقول الإنسان لا أصدق لا بالنبي ولا بالكتاب الذي أتى به، لا أصدق بموسى ولا عيسى ولا بمحمد ولا بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن. إذا قال الإنسان هذا ماذا يجاب؟ كيف ترد عليه؟ لأنه يقول لك ما هو الملزم، ما هو المجبر على أن ألتزم بهذا، على أن أصدق بهذا؟ ما هو الجواب؟ يقول أنا لا أريد أن أصدق. واضح المسألة؟ إذن أقول إذن السؤال الثاني، على فرض أن ذلك جاء في القرآن وفي باقي الكتب السماوية، فمن الذي يلزمنا ويجبرنا على تصديق الكتب السماوية ومن جاء فيها وما جاء فيها؟ سؤال ثالث، ما الذي يلزمنا ويجب علينا أن نصدق بأن الله تعالى قد أرسل الرسل والأنبياء لأن الخلفاء على نحو الجدي وليس على نحو اللهو والهزل والمزاح؟ قالوا نحن أنبياء وهذه كتب أيضا أتصدقنا بالأنبياء وصدقنا بالكتب التي أتوا فيها أو التي أتوا بها. الآن تأتي خطوة أخرى، يقول ما الذي يلزم بأن أصدق بأن الله قد أرسل الأنبياء وأرسل الكتب معهم على نحو الجد؟ من قال هذا؟ ربما يكون الله على نحو الهزل، يريد أن يلهو معنا، يريد أن يهزل معنا، يريد أن يمزح معنا على نحو اللهو والهزل والمزاح. إذن هذا سؤال آخر، أقول ما الذي يلزمنا ويجب علينا أن نصدق بأن الله تعالى قد أرسل الرسل والأنبياء الأئمة الخلفاء على نحو الجدي وليس على نحو اللهو والهزل والمزاح؟ الرابع، السؤال الرابع، كذلك الكتب السماوية التي أنزلت، فمن قال أن الله قد أنزلها على نحو الجد وليس على نحو اللهو أو الهزل والمزاح؟ الخطوة نون، هنا توقف وسكوت، فأي جواب من القرآن فهو مشمول باستفهامات اللهو والهزل والمزاح. الخطوة سين، أقول يا تيمية، يا مارقة الفكر والسلوك، يا أغبياء، يا مكفرة، يا قتلة، يا متحجرة العقول، أقول لكم أنه لا مناص لكم وليس عندكم سبيل إلا بالرجوع إلى حكم العقل وإدراك العقل، إلا بالرجوع إلى حكم العقل وإدراك العقل باستحالة صدور اللهو والمزاح والسخرية من الله، واستحالة صدور القبيح من الله، ويقبح على الله السكوت على الظلم والفساد، ويقبح ويستحيل على الله أن يساوي بين الظالم والمظلوم وبين المؤمن والمنافق وبين الموحد والمشرك الكافر. إذن أقول يا تيمية، أقول لكم أنه لا مناص لكم وليس عندكم سبيل إلا بالرجوع إلى حكم العقل وإدراك العقل باستحالة ذلك. الخطوة عين، أقول هذا هو العقل وهذه هي مدركات العقل التي اعتمدها الله تعالى في تبليغ الإنسان وباقي المخلوقات، فكرر سبحانه وتعالى في كتابه المجيد معاني العقل والعقلاء وذوي الألباب والنهى والفكر والتفكر والنظر والتدبر والتبين والتبيين والبيان والتفقه والعلم والعلماء. التفت جيدا، إذن وصلنا إلى مجموعة، إلى حزمة من الأسئلة، من الاستفهامات يستطيع أن يفلت الإنسان منها ومن خلالها وبها يفلت من الالتزام، يفلت من الشرع، يفلت من الوجوب ومن الحرمة والنهي. فما الذي يلزمه؟ العقل هو الذي يلزم، إن كان مجنونا يوضع مع المجانين ويحاسب كالمجنون ويتعامل معه كالمجنون، وإن كان عاقلا فيلزمه حكم العقل، إذن عليه أن يلتزم بجادة الشرع وانتهى الأمر. لاحظ، وصلنا إلى وجوب وجوب الالتزام بالشريعة عن أي طريق؟ ليس عن طريق الشريعة، لأني أنا أريد أن ألتزم بالشريعة، الكلام ما قبل الشريعة.
إذن ما هو الملزم بأن نلتزم بالشريعة؟ ما هو الملزم بأن نلتزم بما جاءت به الشريعة؟ هو العقل، هو إدراك العقل، هي المدركات العقلية، هي الأحكام العقلية، هي الضرورات العقلية، هي البديهيات العقلية. إذن أقول، فكرر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد معاني العقل والعقلاء وذوي الألباب والنهى والفكر والتفكر والنظر والتدبر والتبيين والتبين والبيان والتفقه والعلم والعلماء. لاحظ، التفت، هذه مسألة جدا جدا مهمة في المسألة العقدية، في العقيدة، في العقائد، هذه يبتني عليها أصول مذاهب التيمية. يرفضون العقل لأنهم لا يمتلكون العقل، ليس عندهم عقل. فهذا الفرق بين التيمية من جانب، جماعة التوحيد الأسطوري من جانب، وبين باقي المذاهب، باقي الطوائف، باقي الملل، باقي أهل القبلة. التيمية ينفون العقل والآخرون يحكمون العقل. ما هي سعة المدركات العقلية؟ يختلفون في هذا، أين تطبق وأين لا تطبق، هذا شيء آخر. لكن في الأصل، من أساسات التفرقة بين جماعة التوحيد الأسطوري وبين الجهمية من معتزلة وأشاعرة وشيعة وغير هؤلاء، هؤلاء يحكمون ويحكمون العقل، والتيمية لا يحكمون العقل، وانتهى الأمر. هذه إشارات العقل والعقلاء والبيان والتبيين والألباب والنهى والفكر والتفكر والنظر والعلم والعلماء والتفقه. قال تعالى بعض الموارد هذه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى وما يذكر إلا أولو الألباب وأولئك هم أولو الألباب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قد بينا الآيات لقوم يوقنون وأخيرا قال تعالى هذا آخر الشواهد يوجد الكثير من الشواهد القرآنية قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب المورد الثالث لا زال الكلام مع القرطبي قال القرطبي وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين أي وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين أي أجمعوا على تقديم الصديق بعد أن حصل الاختلاف إذن يوجد اختلاف يوجد خلاف يوجد نزاع بعد هذا حصل الإجماع حسب الكلام وسيأتي نقاش مع هذه العبارات يقول حتى يبين يقول حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش أن يريد أن يصل القرطبي يقول فلو كان فرض الإمام
فلو كان فرض الإمام غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، هذا يأتي بدليل آخر، يقول ثم إن الصديق لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. هذا المقتبس في المورد الثالث. أقول الكلام في خطوات. الخطوة الأولى، لا ننسى بأننا الآن مع الدولة المارقة وعندنا شاهد قرآني، لكن كما تعلمون لا نضمن ولا يوجد ضمان ولا يوجد واحد في الدنيا يضمن للآخر البقاء، يعني حتى مع البقاء تبقى أيضا القدرة غير مضمونة، القدرة على العطاء، فنضطر مرات إلى التوسعة وإلى التفريع في البحوث. الكلام في خطوات. الأولى، إن اختلاف الصحابة ومناظرتهم ومحاورتهم وتنازعهم لا يدل على الوجوب الشرعي. يعني هو ماذا قال القرطبي؟ لا ننسى ماذا قال في المورد الثاني المقتبس السابق، قال الرابعة هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. إذن ما هو الأصل؟ الأصل عنده الآية، الأصل عنده القرآن، الأصل عنده الشرع. ومن هنا نحن قلنا وناقشنا وأتينا بعنوان الوجوب الشرعي، لأنه ينتزع وجوب الإمام، وجوب الإمامة، وجوب جعل الإمام هو وجوب شرعي، كما قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. إذن أقول الكلام في خطوات. الأولى، إن اختلاف الصحابة مناظرتهم ومحاورتهم وتنازعهم لا يدل على الوجوب الشرعي، فلا ينحصر ذلك بالوجوب الشرعي النفسي، فيمكن أن يكون الاختلاف والصراع والنزاع راجعا إلى وجوب عقلي أو إلى استحباب شرعي أو إلى إباحة وترخيص شرعي أو إلى رجحان عقلي أو إلى تنافس شخصي لمنصب وسلطة أو لوجوب غيري لدفع ضرر ومفسدة أو غيرها. فهذا ابن تيمية يصف بل يتهم أجلاء الصحابة حتى الخلفاء منهم بكثرة الأخطاء والأغلاط وحب المال والتنافس والصراع من أجل الإمرة والرئاسة والمنصب وتسبيب البليات والبليات، فوصل الحال إلى أن وقع السيف بين المسلمين فزهقت أرواح الآلاف. أليف الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي أو الهيثمي، الفتاوى الحديثية لابن حجر، وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة 75 من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه، إلى أن يقول فهو أي ابن تيمية فهو سائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات، ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى الصدر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل، فيا ويح من هؤلاء خصمه يوم القيامة، وهيهات ألا يناله غضب وأنى له بالسلامة. وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الحبل بالصالحية، وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن عمر له غلطات وبليات والبليات. فقال ابن تيمية إن عمر له غلطات وبليات والبليات. وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه السلام في مجلس آخر فقال
إن علي أخطأ، إن عليا أخطأ في أكثر من 300 مكان. ابن حجر يجيب يقول له: فيا ليت شعري من أين يحصل لك الثواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيا ليت شعري من أين يحصل لك الثواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعليه السلام عمر رضي الله عنه. انتهى مقتبس الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي. باء ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة الجزء الأول قال: إن ابن تيمية خطأ عمر بن الخطاب في شيء، وأنه قال عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يحب المال، وخطأ أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه وعليه السلام في 17 موضعا خالف فيها نص الكتاب. ابن تيمية يقول هذا، يقول العسقلاني: وأن العلماء نسبوه، أي نسبوا ابن تيمية، وأن العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه وعليه السلام، ولقوله أيضا فيه، أي في علي عليه السلام، أنه كان مخذولا وأنه قاتل للرئاسة لا للديانة. يقول: وأن العلماء نسبوا ابن تيمية إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه وعليه السلام، ولقوله أيضا فيه أنه كان مخذولا وأنه قاتل للرئاسة لا للديانة. الخطوة الثانية: الإمام مسلم في صحيحه قال: قال علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. صحيح مسلم كتاب الإيمان. أقول: بالرغم من صحة الحديث ووضوحه في نفاق مبغضي علي عليه السلام، نجد الكثير من النفوس المريضة كابن تيمية وأتباعه المارقة قد خالفت الأمر الشرعي فكشفت عما في قلوبها من نفاق. فإذا كان الكثير من الصحابة قد طبعت قلوبهم على النفاق حسب ما يقوله ابن تيمية ببغضهم لعلي عليه السلام وقدحهم به وسبه وقتاله، فهل نتوقع من هؤلاء السكوت وعدم التنافس على الإمرة والرئاسة أو الكف عن التحريض وشق صف المسلمين؟ إضافة إلى ما نقلناه عن ابن تيمية قبل قليل، فإنه يتحدث عن كثير من الصحابة المخالفين للشرع ببغضهم لعلي عليه السلام وسبهم له وقتاله والقدح به، بل الأمر يشمل التابعين وما بعدهم، بل تحدث عن عوائل وطوائف اتخذت ذلك المنهج الناصب النفاقي، فذكر المروانية والمعتزلة والخوارج وغيرهم حيث قال. إذن كل هذا الكم الهائل من مبغضي علي سلام الله على علي، ووصل إلينا الكثير من كرامات علي ومنازل علي القدسية سلام الله على علي، وحقية علي وأحقية علي وأفضلية علي عليه السلام، مع كل هذا العداء لعلي وكل الحكومات المعادية لعلي على طول الزمان. حتى من أتى يحكم باسم علي كان يشوه صورة علي عليه السلام، ومع هذا ظهر علي ونجم علي وكرامة علي وكرامات علي كالشمس. أليف في منهاج السنة يقول ابن تيمية: ولم يكن كذلك علي عليه السلام، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. يقولون: أي دليل على أن بني أمية والصحابة كانوا يسبون علي؟ أين الدليل على أن معاوية كان يسب علي؟ هذا ابن تيمية يقول الصحابة، كثير من الصحابة ومن التابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. وعندما نقرأ كتب التاريخ والأحاديث والروايات والسنن لم نجد من الصحابة، من أسماء الصحابة التي تتعرض لعلي وتسب علي وتلعن علي وتبغض علي، إلا بعض الصحابة وعلى رأسهم معاوية. وفي قمة هؤلاء، في القمة نحو التسافل والحضيض، في قمة هؤلاء
المبغضين لعلي هو معاوية، ويقول ما هو الدليل على أن معاوية كان يسب عليا؟ هذا هو إمام المارقة، هو الذي يتحدث. أما من أهل القبلة من المسلمين، من أهل السنة، من غير المارقة، هم حسب المصطلح التيمي هم شيعة، لأنهم يحبون علي، لأنهم يتبرؤون من مبغضي علي سلام الله على علي. يقول ولم يكن كذلك علي عليه السلام، فإن كثير من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي عليه السلام. الصحابة كانوا يقدحون في علي عليه السلام. من الذي يقول؟ إمام المارقة ابن تيمية، إمام التكفيريين، إمام الدواعش، إمام قوى التكفير ابن تيمية، يقول بأن الصحابة، الكثير من الصحابة كانوا يقدحون بعلي، يسبون علي، يبغضون علي، يقاتلون علي سلام الله على علي. من الذي يقول؟ إمام الداعشية، إمام المارقة، إمام الخوارج. باء، وقال شيخ الخوارج والنواصب التيمي في نفس المصدر، يقول أما أنتم فمتناقضون، وذلك أن النواصب من الخوارج. لاحظ، وذلك أن النواصب، إذا عنده يتحدث عن نواصب، من أين هؤلاء؟ من هؤلاء النواصب؟ يصنف هؤلاء النواصب، يقول النواصب من الخوارج وغيرهم. إذا عندنا نواصب من الخوارج ونواصب من غير الخوارج. بعد يفصل أكثر، يقول والنواصب، وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفسقونه. التفت، إذن ليس فقط يبغضون علي، يسبون علي، يقاتلون علي، يقدحون بعلي، لا، أكثر من هذا. يقول يكفرون علي ويفسقون علي ويشكون في عدالة علي. يقول وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة. هو الذي يقول من المعتزلة والمروانية، من المعتزلة والمروانية. إذن آل مروان هم على شعب النفاق، هؤلاء على شعب النفاق، هؤلاء هم أرباب النفاق، ويعتبرهم ابن تيمية يعتبرهم من الأئمة الاثني عشر، من الخلفاء الاثني عشر الذين نبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر هؤلاء من الأئمة الذين يفترض طاعتهم، هؤلاء أهل النفاق، هؤلاء الذين يبغضون عليا عليه السلام، الذين يكفرون علي وفسقون علي ويشكون في عدالة علي. يقول وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفرون عليا أو يفسقون أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم، لو قالوا لكم ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم حجة. إذن هنا يقر ابن تيمية، لاحظ الآن يأتي تيمية غبي من الأغبياء، من الجهال، من الإمعات، يقول هو في مقام كذا وفي مقام الرد، ونحن ليس لنا علاقة بمقام الرد. أنا أتيت هنا فقط في هذا المقتبس، من أجل هذا المقتبس، أن ابن تيمية يقول يوجد مثل هؤلاء النواصب، من هم؟ الخوارج والمعتزلة والمروانية وغيرهم، هذا هو الذي أقر به ابن تيمية. طبعا ومع هذا، عندما تأتي إلى كتب المارقة، إلى كتب التيمية، إلى كتب التكفير، عندهم النواصب يعني الخوارج والنواصب المعتزلة والنواصب المروانية والنواصب غير هؤلاء. هؤلاء النواصب عند التيمية المارقة، أيضا هم تيمية أيضا نواصب، عند التيمية المارقة هؤلاء ثقة، هؤلاء عباد، هؤلاء أهل آخرة، هؤلاء لا يكذبون، هؤلاء يؤخذ منهم الحديث والرواية، حتى الرواية التي تطعن بعلي والتي تنتقص من علي يأخذها التيمية من هؤلاء الناصبة. ارجعوا إلى كتب الرجال ستجدون أن هؤلاء النواصب ثقة عند التيمية والمارقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم هنا يقول يتحدث عن نواصب، ومن هؤلاء النواصب من؟ يقول هؤلاء النواصب منهم خوارج ومعتزلة ومروانية وغيرهم. الخطوة الثالثة، شيخ التيمية قد غفل عن كون ما قاله عن سب وقتال علي عليه السلام يعني الفسوق، يعني الفسق والكفر.
لاحظ التفت جيدا. إذن شيخ التيمية غفل عن كل ما قاله عن سب وقتال علي عليه السلام يعني الفسق والكفر، بل إن التقاتل بين الصحابة يعني الردة والرجوع إلى الكفر، ويعني أن القتال أن القاتل والمقتول منهما في النار. فماذا يقول ويفعل أهل الإيمان والإنصاف لما يعلموا أن شيخ الخوارج التيمي يجعل الصحابة مورد تطبيق الأحاديث الصحيحة في ارتداد وتفسيق وكفر المقاتلين والمتقاتلين؟ فماذا يقول ويفعل أهل الإيمان والإنصاف لما يعلم أن شيخ الخوارج التيمي يجعل الصحابة مورد تطبيق الأحاديث الصحيحة في ارتداد وتفسيق وكفر المتقاتلين ودخولهم إلى النار؟ أليف قال البخاري في كتاب الفتن، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اللهم اشهد أن ابن تيمية قد أقر بأن الكثير من الصحابة يسبون عليا ويقاتلون عليا، وأنت يا رسول الله تقول بأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا لم يحكم ابن تيمية بفسق وكفر هؤلاء الصحابة الذين يسبون عليا ويقاتلون عليا، فإذن هو لا يقول بالإسلام علي، لأنه لو كان علي عند ابن تيمية مسلما لحكم بفسق وكفر الصحابة الذين يسبون عليا ومنهم معاوية. لكنه لاحظ، لكن التالي باطل، إذن الأول باطل. ماذا أقصد بهذا؟ أقول لكنه لا يفسق ولا يكفر معاوية وأمثال معاوية من يسبون عليا، إذن هو لا يعتبر علي من المسلمين وانتهى الأمر. إذن ابن تيمية لا يعتقد بإسلام علي، لأنه لو اعتقد بإسلام علي لم تثل قول النبي عندما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهو الذي يقول كثير من الصحابة يسبون عليا ويقاتلون عليا. فإذا كان علي مسلما فإذا هؤلاء من الفاسقين ومن الكافرين، لأنهم سبوا علي وقاتلوا علي. لكن ابن تيمية لا يعتبر هؤلاء من الفاسقين ومن الكافرين، إذا هو لا يعتبر علي من المسلمين. هذه هي حقيقة الشيخ التيمية الخارجي الناصبي الداعشي الإرهابي، هذه هي حقيقته. منه أتى القتل والتقتيل وسفك الدماء، الذي يقتل علي في حياته ويقتل علي بعد وفاته، ماذا تتوقع منه مع باقي المسلمين، مع الشيعة، مع السنة، مع المسيح، مع الشرقيين، مع الغربيين، مع كل القوميات ومع كل الأجناس؟ باء البخاري الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواية ثانية أيضا في نفس المكان في نفس البخاري وكتاب الفتن، فقط التغيير في كلمة واحدة، يقول لا ترجعوا بعدي، بدل هذا يقول لا ترتدوا كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، أو لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الآن ضرب بعضهم رقاب بعض أم لم يضرب؟ ضرب بعضهم رقاب بعض في الجمل، في صفين، في النهروان، حصل أم لم يحصل؟ ضرب بعضهم رقاب بعض قبل هذه الفترة، ضرب بعضهم رقاب بعض بعد هذه الفترة، إذن حصل الضرب. ضرب بعضهم رقاب بعض وإلى الآن. والنبي ماذا قال صلى الله على محمد وآل محمد؟ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترتدوا بعدي كفارا، لا ترتدوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جيم البخاري كتاب الفتن، عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟
قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. سلام الله عليك يا رسول الله. التفت جيدا، الدماء والأموال والأعراض، لم يسكت إلى هذا المقدار، لا، وقال وأبشاركم، يعني حتى هذه البشرة، حتى جلد الإنسان هذا عليك حرام، حتى الخدشة، الخدشة لجلد أخيك المسلم فهي عليك حرام. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعام له، فكان كذلك. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم إنا نبلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دماءكم أيها المسلمون، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ أيها الشيعة، أيها السنة، يا أهل القبلة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعد نبيكم كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دال مسلم كتاب الفتن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. البخاري كتاب الفتن. إذا التقى المسلمان بسيفيهما عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستبقني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه أراد قتل صاحبه. الخطوة الرابعة تنزيا أو تنزلا بصحة روايات الخطوة السابقة وتماشيا مع ظاهر ما ورد وتماشيا مع ظاهر ما ورد فيها، فأقول لشيوخ التكفير التيمي إن عمار وطلحة والزبير ومئات الصحابة وعشرات الآلاف من التابعين قتلوا في تلك المعارك، الجمل وصفين والنهروان، بل وكل من خدعهم وغرر بهم ودفعهم للقتال والاقتتال. حتى علي وعائشة، التفت وقدم علي، حتى علي وعائشة على منهج التيمية هم الذين دفعوا الناس للقتال، هم الذين غرروا بالناس للقتال. فحسب منهج المارقة، التفت جيدا، أنا أحاجج المارقة هنا، فحسب منهج المارقة وحسب منهج المارقة التيمية أن يكون أولئك في النار، الذين تقاتلوا، الذي حرر على القتال، الذي قاد القتال، الذي كان القتال تحت رايته، والذي قتل في المعركة. فيشمل عمارة وطلحة والزبير وعلية وعائشة وغير هؤلاء ممن التحق بهم. أقول لا غرابة في قبولهم ذلك ما داموا على الفكر والمنهج الخارجي الإرهابي القاتل، وما دام في ذلك تمجيد وتقديس لأئمتهم ولرموزهم الأغيلمة
السفهاء المارقة ولكتبهم التي تسمم أفكارهم وأفكار من ينغر بهم من الجهال. فالحديث المزعوم الذي فيه تشويه الدين والتمرد على الإنسانية والأخلاق والتكفير للمسلمين وأهل القبلة وإباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم فإنه ليس حديثا نبويا، بل هو زخرف وباطل وأسطورة شيطانية، وإن كان راويها البخاري أو مسلم أو الطوسي أو الكليني أو المفيد أو غيرهم. أليف عن أبي عبد الله عليه السلام خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. في الوسائل صفات القاضي. باء الإمام الصادق عليه السلام قال: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زغرف. أيضا في الوسائل صفات القاضي. جيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، أو لاحظ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في البحار جزء ثاني وفي رجال الكشي. الخطوة الخامسة أقول: فإذا كان البخاري وكما يقولون كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث بأسانيدها الصحيحة وغير الصحيحة، والله العالم كم يحفظ من الأحاديث غير المسندة، وقالوا يحفظ 600,000 وقالوا أكثر من 700,000، ونحن هنا نصدقهم بل نزيد خيرا وبركة، فقد كان يحفظ 10 ملايين حديثا، وإن شئتم نزيد أكثر وأكثر. ومن هذا المليون والملايين فقد استخلص منها البخاري 4,000 في صحيحه، ومع تصفية وتنقية صحيحه من المكرر والضعيف والمعلول والساقط، فلا يبقى إلا ما يقل عن نصف الموجود في البخاري. فهل تتصورون وتعقلون نسبة الأحاديث الصحيحة التي دونها البخاري إلى ما يحفظ من أحاديث صحيحة؟ إنها نسبة لا تكاد تقترب من 2%، هذا بلحاظ الأحاديث الصحيحة التي يحفظها. فكيف إذا قسنا النسبة إلى كل ما يحفظ من أحاديث؟ إنها نسبة مرعبة جدا. وإذا حسبناها وفق قوانين نظرية الاحتمالات، فإن هذه النسبة ستصغر وتضمحل كلما ازداد عدد الرواة، كأحمد الذي يحفظ 1,000,000 حديثة وباقي أمة الحديث والمحدثين، فستكون النسبة خرافية تقترب من الصفر، بل يتعامل معها الذهن البشري كما يتعامل مع الصفر. وعليه أقول سلام الله على الإمام أبي حنيفة لما التجأ مضطرا إلى القياس، لأن لا يمكن لعاقل أن يطمئن لحكم شرعي يستنبطه من بين ملايين الروايات الضعيفة والساقطة والخرافية والأسطورية، وكلها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها ينسب إلى الصحابة الكرام، وتزداد الأعداد والأكاذيب كلما مر الزمان لزيادة عدد الرواة في كل سلسلة من الرواة، مع تضاعف الأعداد أكثر وأكثر حسب أهواء ومشتهيات ومتطلبات السلطان في تلك البلاد وذاك الزمان، وهكذا يتسلسل الحال إلى ما لا يقبله الإنسان العاقل. فإذا كان الإمام أبو حنيفة النعمان لم يتحقق عنده ولم يصدق إلا 10 من الأحاديث، فماذا يفعل وهو في مقام استنباط الأحكام؟ ومن هنا نجده صرح وبكل وضوح معبر عن التغيير الفكري والعقدي والنفسي الذي حصل له عندما أخذ العلم لسنتين من منبعه الصافي النقي من أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. أليف قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق، لما أقدمه المنصور بعث إليه فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد
قد فتنوا بجعفر بن محمد عليه السلام، فهي من المسائل الشداد، فهيئت له 40 مسألة، ثم بعث إلي أبو جعفر أي المنصور، ثم بعث إلي أبو جعفر وهو بالحيرة، فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام جالس عن يمينه، فلما بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، فسلمت عليه وأومى إلي فجلست، ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة؟ قال جعفر عليه السلام: نعم. ثم التفت المنصور إلي فقال: يا أبا حنيفة، ألقي على أبي عبد الله مسائلك. فجعلت ألقي فيجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فربما تابعنا وربما تابعهم وربما خالفنا جميعا حتى أتيت على 40 مسألة. ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، كما في المناقب، مناقب أبي حنيفة للموفق المكي، وفي تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول. با أبو نعيم عن عبد الله بن شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد، قال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ أي قال عليه السلام لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين. قال عليه السلام: لعله يقيس أمر الدين برأيه. قال: نعم. قال: فقال جعفر عليه السلام لأبي حنيفة: ما اسمك؟ قال: نعمان. قال: يا نعمان، هل قست رأسك بعد؟ قال: كيف أقيس رأسي؟ قال عليه السلام: هل علمت ما الملوحة في العينين، والمرارة في الأذنين، والحرارة في المنخرين، والعذوبة في الشفتين؟ قال: لا. قال عليه السلام: فهل علمت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ الآن يقول: فقال ابن أبي ليلى: يا ابن رسول الله، أخبرنا بهذه الأشياء التي سألته عنها. فقال عليه السلام: أخبرني أبي عن جدي. التفت جيدا، علماء أئمة مذاهب بحضور ولي الأمر الخليفة المنصور والإمام سلام الله عليه الصادق يحكي يروي أتى بهذا الكلام. ماذا قال؟ قال: أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يوجد من يجلس بينهم اعترض عليه؟ قال: هذا حديث مرسل، هذا لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مقطوع. عن أبيك الباقر، عن جدك الإمام السجاد عليه السلام، وتوقفت السلسلة. طبعا عندما يأتي المارقة إلى أئمة أهل البيت يبحثون عن هذه الأمور، يقولون: أنتم الشيعة ليس عندكم سلسلة تصل، روائية تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يأتي المارقة إلى النواصب، إلى أئمة التكفير والقتل والإرهاب والعداء للإسلام ولأهل الإسلام وللنبي ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون: ما رواه، هذا ثقة. فحتى لو أتى برواية بدون أي سلسلة روائية، بدون أي رواة، يقولون هو ثقة، فلا يروي إلا عن ثقة، فهذه الرواية أو هذا الحديث صحيح. المسألة كيفية، وتحدثنا عن نسبة الأحاديث الصحيحة، هم هذا باعترافهم بإقرارهم بأن هذه النسبة هي لا شيء، هي صفر مقابل الأعداد الكبيرة والضخمة هناك. إذن هذه هي السلسلة الذهبية، وسكت الجميع وأقر الجميع وأخذ الجميع بها. التفت جيدا، إذن لا يسأل الشيعي عن سلسلة أهل البيت، لأن كل ما يروي أهل البيت سلام الله عليهم فهو عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شيء. ونحن أيضا عندنا أن الأئمة سلام الله عليهم هم مصدر للتشريع بخلاف غيرنا، نعتقد فإن يكفي عندنا أن تصل الرواية إلى إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ونحن نتيقن بأن ما يصدر عن أهل البيت فهو عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتي الإمام من جيبه وحسب ما يشتهي وحسب الأهواء
وحسب المكاسب الشخصية، لا، ما يرويه الإمام عن جده سلام الله عليه. إذن هذه هي سلسلة أهل البيت. يقول: فقال ابن أبي ليلى: يا ابن رسول الله، أخبرنا بهذه الأشياء التي سألته عنها. فقال عليه السلام: أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى بمنه وفضله جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهما شحمتان، ولولا ذلك لذابتا، وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل المرارة في الأذنين حجابا من الدواب، فإن دخلت الرأس دابة والتمست إلى الدماغ فإذا ذاقت المرارة التمست الخروج، وإن الله تعالى بمنه وفضله ورحمته على ابن آدم جعل الحرارة في المنخرين يستنشق بهم الريح ولولا ذلك لن تمن الدماغ، وأن الله تعالى بمنه وكرمه ورحمته لابن آدم جعل العذوبة في الشفتين يجد بهما استطعام كل شيء ويسمع الناس بها حلاوة منطقه. طبعا أنا قرأت نص ما اقتبست، ربما فيها بعض الإشكال في القراءة. يقول: ثم أقبل عليه السلام على أبي حنيفة فقال: يا نعمان. ثم أقبل عليه السلام على أبي حنيفة فقال: يا نعمان، حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس، قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس. اتق الله ولا تقس الدين برأيك. كثير من المصادر روت هذا: شرف أصحاب الحديث للبغدادي، ذم الكلام لإسماعيل الهروي، الحلية لأبو نعيم، أخبار القضاة لوكيع القاضي، العظمة لأبو الشيخ ابن خلكان في ترجمة جعفر الصادق ابن القيم في أعلام الموقعين حجج مانع القياس، الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات، والفقه والمتفقه للبغدادي، والفوائد لتمام الرازي. جيم قال الآلوسي: هذا أبو حنيفة رضي الله عنه وهو بين أهل السنة كان يفتخر ويقول بأفصح لسان: لولا السنتان لهلك النعمان، يريد السنتين اللتين صعب فيهما أو صعب فيها لأخذ العلم الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وقد قال غير واحد من الأجلة إنه أخذ العلم والطريقة من هذا الإمام ومن أبيه محمد الباقر عليهم السلام ومن عمه زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم عليهم السلام. هذا الكلام للآلوسي: صب العذاب على من سب الأصحاب للآلوسي. دال: قال العلامة عبد الحليم الجنيدي في كتاب الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق في صفحة 162 يقول: انقطع أبو حنيفة إلى مجالس الإمام أي الصادق عليه السلام طول عامين قضاهما بالمدينة، وفيهما يقول: لولا العامان لهلك النعمان، وكان لا يخاطب صاحب المجلس إلا بقوله: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يعني أبو حنيفة سلام الله على أبو حنيفة، عندما يخاطب الإمام الصادق يقول له: جعلت فداك يا ابن رسول الله. وقال العلامة الجنيدي في نفس المصدر في صفحة 163: ولا إن كان مجدا لمالك يكون مالك أكبر أشياخ الشافعي، أو يكون الشافعي أكبر أساتذة ابن حنبل، أو مجدا للتلميذين أن يتتلمذ لشيخيهما هذين، أن التلمذ للإمام الصادق عليه السلام قد سربلت بالمجد فقه المذاهب الأربعة لأهل السنة، أما الإمام الصادق فمجده لا يقبل الزيادة ولا النقصان، فالإمام مبلغ للناس كافة، فالإمام مبلغ للناس كافة، ماذا يبلغ؟ مبلغ للناس كافة علم جده عليه الصلاة والسلام وعلى آله الصلاة والسلام. هذا في كتاب الإمام الصادق للجنيدي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
اللهم صل على محمد وآل محمد.